طب يا كابتن، يعني انت لعبت لكذا نادي مختلف في مصر، بالنسبة لك انت ايه اللي شفته مختلف في النادي الاهلي، او ايه اللي يفرقه عن اي نادي تاني من وجهة نظرك انت؟ انا مش عارف اللي بيسيب النادي الاهلي ده بيسيبه ليه، يعني بجد بجد، يعني مش عشان انا في القناه والناس بتشوفني قد ايه انا، يعني لو اتعرض عليا ان انا كنت العب كمان سنتين في النادي الاهلي بقال عقد كنت وافقت. انا مش قادر اقول لك ان كان اسوأ، يعني اسوأ خبر سمعته في حياته لما النادي قال ان انا يعني انت مش موجود معانا، كنت اخر سنه ليا. الكواليس كانت ازاي؟ كانت يعني كانت صعبه جدا. انا اتفاجئت بصراحه ان انا اتقال لي، انا يمكن الاهلي مر بضرب، يعني الفتره اللي انا مشيت فيها الاهلي مر بضرب مستوى تذبذب شويه في المستوى، فبدا يغير مدربين وده اللي ادى ان تغيير لعيبه. تغيير لعيبه، وده اللي ادى ان انا مع بعض اللعيبه نمشي، يعني لان الاهلي كان فيه هزه شويه في ناحيه المستوى، وتغيير المدربين ده اثر على ان احنا نمشي. يعني في مجموعه طبعا انت عارفه كل فتره كل نادي بيمر بفتره كده، فبيجي يجمع اللعيبه اللي مش بتشارك شويه في الاخر فبتمشي يعني. فانا لما اتقلت خبر بصراحه يعني انا ما فكرتش في اي حاجه تانية غير ان انا ازاي مش هروح النادي تاني، يعني ازاي انا مش هلبس التيشيرت ده، ازاي انا مش هلعب، ازاي الناس مش هتشوفني، الناس مش هتشجعني، النادي اللي انا منتمي له. فده كان اسوأ حاجه في حياتي، يعني كان اسعد خبر في حياتي ان انا رحت الاهلي، واسوأ خبر سمعته في حياتي لحد وقتنا الحالي ان انا سمعت خبر ان انا مش موجود في النادي. طب وقعدت فتره متاثر بالخبر ده يا كابتن؟ جدا، انا كنت بعيط لدرجه الدموع، يعني مش قادر اوصف لك. انا بدات اشوف الدموع يا كابتن. لان انا فعلا انا كنت في النادي، انا بحب النادي فعلا كلاعب ومشجع.